الإيمان ليس كلمات، الإيمان ثقة بناء عليها بتضع حياتك بين يديه. لكن مش بس إيمان بيه، إيمان باللي قاله، إيمان باللي علمه. قال كلام، قال ملكوت السماوات 1 2 3 4 5 6، قال توبى للرحماء لأنهم يرحمون، بالكي الذي به تكيلون يكال لكم، قال إن غفرتم للناس ذلاتكم يغفر لكم أبوكم أيضا، إن لم تغفروا للناس ذلاتكم لا يغفر لكم أبوكم. وإحنا بنصلي بنقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. طيب سؤال، حضرتك غافر لكل الناس الأخطاء في حقك؟ اللي غافر لكل الناس اللي أخطأوا في حقه يرفع إيده، اللي قلبه صافي ناحية كل الناس يرفع إيده. يد المصيبة، يعني مؤمن كتار هو قال كده، وإحنا بنقولها أغفر على ذنوبنا كما نغفر لهذا المسلمين، ماشي ومكملين ومش غافرين كعادي، يعني مكمل عادي. وفي ناس مش مسامح، سامحت ناس وناس لأ، وناس تيجي تقول لي بص يا أسيس أنا أسامح ده بس ده لأ، إلا ده اللي اعتدى عليا في طفولتي أبدا، دي أمي اللي بهدلتني، ده أبويا اللي مش عارف إيه، دي حماتي اللي شندلت عشتي أبدا، إلا ده. حضرتك بتنقي، يعني بتنقي تغفر لمين وما تغفرش لمين؟ يعني كأن المسيح ما قالهاش، كأنك مش مصدق اغفر لنا خطايانا كما انا هيغفر لي، هيغفر لي برضه، هيغفر لي، هصعب عليه ويغفر، انا مش هغفر وهو هيغفر لي برضه. ما هي دي الفهلوه بتاعتنا، دي الفهلوه، عايزين كله فهلوه فهلوه. احبائي احبائي عايز اصدمكم، مش هيحصل. الايمان اني مصدق اللي هو قاله، انا مصدق اللي هو قاله، وعشان كده بعمله وبحط حياتي عليه. قال العطاء افضل من الاخذ، فبأعطي وابذل، انفق وانفق وانا عارف اني ساحصد، عارف ان غفرتم يغفر لكم لانكم بالكيل الذي به تكيلون يكال، فبغفر بغفر وبسامح وبطلق من قلبي، فبستمتع بغفران ربنا ليا، فبعيش في سلام وبنام في هنا وبصحى في هنا، ومفيش حاجز بيني وبين ربنا، مفيش حاجز بيني وبين الناس، ومش خايف من حد بين الناس لاني غفرت للناس. الايمان مش كلام، الايمان مش شعارات، الايمان مش حبر في ورق، الايمان هو عمل روح الله في ألواح قلب لحمية. ده اللي قاله كاتب هذه المقال، إن هذا الإنسان منيس عبد النور وعظ عن الموعظة على الجبل وعاش، كثيرون يقولون ولا يعيشون. عارفين ليه؟ لأنهم لا يؤمنون، هم لا يؤمنون، هم مصدقين بس لا يؤمنون. لأن الإيمان إني مصدق إن اللي قاله ده صح لدرجة إني هعمله، إني هعيشه. ما تقدرش تغفر؟ لا أقدر بنعمته، أقدر أغفر. ما تقدرش تحب أعدائي؟ لا أقدر أحب أعدائي، بحبه ليا أحب أعدائي.